كنت عايزني اقوله لك وانا ما قلتوش، او حاجه عايز توصلها لجمهور النادي الاهلي او الجماهير بصفه عامه؟ لا يعني ما فيش حاجه، انت ما سبتش حاجه ما قلت الحمد لله الحمد لله. ما سالتهاش، انت فعلا ناظر الاعلام ربنا العربي. يخليك يا انا خالد. بس عايز اهنيك وهني القناه، يعني الحقيقه انتوا احييتوا هذه القناه ربنا يكرمك وربنا يكرمك، وفعلا حارس ربنا الاهلي، يكرمك يا رب. ووجودك في القناه مع وجود هشام جمال ووجود الناس والاعلام برضو ده المركز الاعلامي عندنا طبعا مع جمال جبر طبعا والناس كلنا اللي بنكمل معاه، بعض اكيد كله بيكمل بعضه. طبعا. المنظومة الإعلامية أنا بعتبر إن بوجودكم اكتملت، ومزيد من النجاح، وإن شاء الله ربنا يكرمكم ونعمل حاجة كويسة تسعد الجماهير والملايين اللي بتشوفوها، وفي نفس الوقت ربنا يكرمنا بقى في اللي جاي، لأن اللي جاي أصعب من اللي راح، ونقدر نعمل حاجة تسعد جماهيرنا في الآخر. خليني اقول للناس معلومه اول مره اقولها، انه بعد الموضوع الاخير بتاعي فاول مكالمه تلقيتها كانت من الكابتن محمود الخطيب، كان بقالنا فتره يمكن ما اتكلمناش يعني. وانا كنت ايه طلعت بقى على الساحل الشمالي وتمام بقى، فانا اول مره احكي. ازيك يا احمد، ازيك كابتن، اخبارك تمام كويس تمام. هو ايه كان ايه بيتحسس يعني، فلاني طبيعي خالص يعني، انا في الازمات تلاقيني فل يعني. فقال لي عايزين نحل مشاكلنا بهدوء ومش عارف ايه وبتاع، قلت له ان شاء الله بتاع. وبعدين قال لي واحنا في ظهرك، واحنا ايه؟ في ظهرك اه الحقيقه يعني. فالجمله كانت بالنسبه لي انا خلاص مش فارق معايا حاجه، بس لما تلاقي اولا هو كابتنك، ثانيا رئيس ناديك، ثالثا صديق عزيز، رابعا وخامسا وعاشرا حاجات كتيره جدا يعني. انا كانت مراتي جنبي يعني، انا من طبيعتي ما بعرفش اتكلم في التليفون عشان وداني، فبفتح السبيكر يعني، فكانت سامعه يعني، فهي امتنت جدا يعني، كانت سعيده جدا وكانت مبسوطه يعني. فانا قلت لها هذا يكفي بالنسبه لي يعني، ده بالنسبه لي كفايه يعني، انه راجل حلو. او كان بقى لنا فتره طويله ما اتكلمناش، بنلتقي بس ما فيش محادثات تليفونيه يعني. وبعدين بعد شويه فلقيت بقى اخويا وحبيبي هشام جمال بدا هو جنبي في الساحل، فيجي هشام ده جميل جمال يعني، اسم على المسمى يعني. وبدانا بقى نتكلم وبدانا نحكي وبعدين بدا الموضوع ياخد بقى، وبعدين حضرتك كلمتني، وبعدين كتير من الافاضل اعضاء مجلس الاداره كلموني، وبعدين بقى عندكم قرار انتوا هتاخدوه كمجلس اداره. وانا الحقيقه لا اخفيك سرا، عمري ما في يوم من الايام تخيلت ان انا اشتغل في قناه النادي الاهلي والله يا خالد خالص، ما جاش على بالي. لكن لما حصل بقى الكلام وبدات الحمد لله تيجي العروض، وازمتي كانت انتهت تماما وتوضحت الامور بشكل جيد، فانا صممت على قناه النادي الاهلي. مكالمه كابتن خطيب، كلامكم معايا في التليفونات، لانه معظم الاعضاء الحمد لله دايما علاقتنا جيده، هشام جمال بافكاره الجميله وفريق العمل اللي موجود معاه، فحسيت بالراحه، حسيت بالمحبه الشديده جدا. كمان مسانده جمهور النادي الاهلي، انا اسف انا خدت الموضوع شخصي شويه، انا فعلا يعني والله خالد مسانده الجمهور بالنسبه لي كان بالنسبه لي انا مش متخيل الوقفه دي والمسانده دي والظهير القوي بعنف ده. فجمهور الاهلي، اداره الاهلي وحضراتكم وهشام وفريقه بالكامل اللي موجودين، لان اخوه احمد جمال حد جميل، وزميلنا العزيز ايهاب الخطيب حد جميل، وكل الناس، محمد يوسف شركه الاهلي الانتاج الاعلامي، كلهم مع الجمهور مع المسانده الغير عاديه دي. ففعلا الناس حساني ان انا بشتغل وانا طاير، انا فعلا فرد ايديا ومبسوط ومستمتع. فانا كمان انا بوجه لكم الشكر حقيقه، لانه انا فعلا عايز اقول لك ان انا بشتغل باستمتاع وبحب شديد، ويا بخت اللي كان اهلاوي. والله يا كابتن، اولا انت شرفت بيتك، بشكرك يعني. والحقيقه كابتن خطيب دايما نمره واحد عنده هو تفكير هي مصلحه النادي الاهلي، ما فكرش في اي حاجه تانية طبعا. وهو لما قال الاهلي فوق الجميع، انا عايز اقول لك مثلا اللجان عندنا، لجان الشباب ولجان المراه ولجنه الطفل ولجنه الناس اللي بتشتغل عندنا في النادي، شوف دول بيعملوا بيبذلوا جهد قد ايه حبا في النادي طبعا.
اي حد بينتمي للنادي الاهلي كله بلا مقابل بيحب النادي. نعم. شوف اللجنه العليا بتاعت اللي هي وليد مبروك مع ريهام. نعم. طبار جميل وليد وريهام جميله ما شاء الله. يعني ناس بتشتغل بحب وبتشتغل بس حبا في النادي الاهلي. فالحقيقه اي حد بينتمي للنادي الاهلي طبعا شرف كبير. صحيح. واحنا كلنا يعني نفدي النادي الاهلي لان في الاخر هو فضله علينا كلنا.